وانا راه سيما وانا كنجيبها كنتي فيها ونجي فيها سيمانة انا وانا كنتي فيها ونجي فيها. يوسف ناخذ كلمه بعدا من عند مينا هي الاولى. مينا بعدا البركه في راسك. ومشى معك باس الحبيبه وراني تشويت بنتي اختي وراني تكويت فيها. شنو وقع ليها؟ شنو وقع لي كتحملي مسؤوليه اليوم؟ وراني وراني كنحمل مسؤوليه السبيطار. انا جتها لي قلت لهم بنتي فيها الطونسي وكيعبروا لها كيبقاو 18 20 وانا فتحوا لها وما نعرفش شحال كيطلع لها الطونسيون. 20 20 18 20 17 ما كتفوتهاش كتطلع. وراه قال لي غنولدوا باش ما تموتش لها التربيه في كرشه. والمهم بنجوا. واش ولدت في الوقت ولا قبل الوقت؟ وقتها شهرها شهرها. انت شحال انتي كتقولي نولد بنتي بالسيزارين باش ما تموتش؟ بنتي واش الطونسيون مريضه فيه اصلا ولا هي طلع ليها مع مع ما عرفتش؟ لا بالولاده طالع لها. ما نقدرش نكذب على شي حد ولكن هما كيتحملوا المسؤوليه. انا ما عارفه حتى شي حاجه. انا ما عنديش الامكانيات باش نولد بنتي في كلينيك وانا كنديرها في ميناج. كون عندي الامكانيات انا ما نقدرش نخلي بنتي ضايعه. واخا الوقت اللي خرجتيها واش قال لك هاد ما قال لي والو. جا لحد جيت خرجت بنتي ومشيت شريت لها داك الدواء ديال الفطر. ما لقيتي لا طبيب يدوي معاك يقول لك هاد البنت راه فيها طونسيون؟ ما كان حتى شي واحد. ما دويت مع حتى شي واحد. دخل لي حل لي السكيورتي هزيت بنتي مشيت بها. بنتي غادا على بنتي. واخا فاش جبتي بنتك تولديها شنو طلبوا منك؟ شنو قالوا لي؟ انا ما عرفتش حتى واحد ما قال لي. واخا يوسف انا بنتي ما عرفتش اش غنقول لكم. انا بنتي ما عرفتش. انا بنتي نتعب غير تولد وغير تفوت الطونسيون. انا واحد الاخ صافي سكتي. وانا بنتي واحد وانا بنتي زينه واحد واحد الاخ اللي ضعف صافي سكتي. انا واحد الاخت اللي هي غادي نكون التصويره ديالها اللي مالك. انا اليوم ديت ديت ربيزه باش تغدى بها واليوم غنتغدى بالكسكسو ديالها. هذا هو المشكل. واش قالوا لكم السيده راه فيها الطونسيو خصها الريجيم خصها الدواء خصها؟ قبل من بعد قبل من هذاك الشيء السيده كيطلع لها الطونسيو قبل ما تولد. كيطلع لها الطونسيو ب 18 ل 20 كيبقى طلع لها الطونسيو حتى كيخرج لها الدم من النيفه. حنا ما عندناش والله اللي عندنا انا ضعنا فيها الحمد لله بسبب الطبيب وبسبب كنوجه النداء السي الوزير والسي الملك ولا اي واحد واي جهه اللي مسؤوله على هذا الشيء تاخذ لنا الحق ديالنا في هاد الناس هادو اللي جزاره واللي غادي تشوفوا. سيروا شوفوا تما داك الشيء بحال ديال الافلام ديال صاو لداخل اللي خاصك تخلص 1000 درهم بعدا باش تولد. هذيك خاصها 3 ايام 3 ايام السيده كيطلع لها الطونسيو تخرج لها الدم من النيوفه داوها قالوا لها ديها 1000 درهم واش كتخلصوها؟ دولت نهار جمعه انت كيديها للجزار اللي كيتباع عباد الله. ماشي كتعطيوها في لاكي؟ لا هذيك الرشوه باش كتدخل تولد والناس مساكن على هو كاينين الناس وكاينين العيالات وكاينين بزاف ديال الناس. وهذا حنا ضعنا في واحد الملاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا انا 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 ما غاديش واخا تكفي هادشي صدمه. لا اله الا محمد رسول الله. لا اله الا محمد رسول الله. لا اله الا محمد رسول الله. اذا للاسف الشديد مشاهدي قناه شوف تيفي بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بينا باش يعرفوا القصه ديال سلمى اشنا هي. سلمى هي واحد الشابه 18 سنه بنت الشعب من الطبقه الفقيره المهمشه. وحنا كنعرفوا كيف ما قال لنا يوسف كون عنده الفلوس كون دواء الكلينيك. جات هنا باش تولد طالع على الطونسيون. حنا كنعرفوا ان بعدا ملي كيطلع الطونسيون هادشي كيكون البناج في خبارو خصو يكون على علم بان البنت عندها الطونسيون بان صعيب باش تفتح. فتحوا ليها من بعد 48 ساعه خرجات من المستشفى مع العلم ان الطونسيون كيطلع. شحال كيطلع لها يوسف الطونسيون؟ 18 ل 20 18 و20 من النيفه وزار بين لها بثلاث ايام زائد من جناها. جناها جاب اخويا حيت انا كنت في الخدمه في المحمديه جابها للسبيطار عوض دخلوا المستعجلات دخلوها مصلحه الولاده حطوها وخلاها كتموت. فرق على عرق في راس عرق في راس. فين هو الطبيب؟ فين هو نزل الاستعجالات؟ راه هو تل الاكسجين ما عندهمش. للاسف الشديد وفاه ديال سلمى اللي كنطلبوا من الله انها تكون عروس من عروس الجنه. كنحملوا المسؤوليه بطبيعه الحال للاهمال الطبي وبطبيعه الحال في انتظار نتيجه التشريح اللي غتكون الفيصل شنو هو السبب ديال الوفاه. وكنتمناو ان وزاره الصحه صيفط لجنه من اجل تقصي الحقيقه على ان الطبيب الجراح كيطلب من الناس 1000 درهم على كل ولاده. حنا بغينا نعرفوا الحقيقه. الناس كتقول ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه بزاف ديال الناس كيتهموا الطبيب الجراح على انه كياخذ 1000 درهم على كل ولاده. راه قالها راه قالها راه قالها ماشي غير هما بزاف ديال الناس قالوا انهم نعم. حنا اللي كنقولوا شنو قالوا هما اختي ماشي انا اللي قلت. الناس اللي قالوا الناس اللي قالوا العائلات ديالها وناس اخرين قالوا لنا والمجتمع المدني على ان الطبيب. لهذا كنطلبوا ان تجي واحد اللجنه ديال تقصي الحقيقه داخل هذه المستشفى
ونختم معكم هذا البث مباشر مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى لقاء في مباشر آخر بإذن الله. شنو هنا بان المجتمع المدني، المجتمع المدني جمعيه التضامن، راك عارفه انا مع فاطمه. نعم استاذه. السلام عليكم. بالنسبه لهذه الحاله اللي في لوبيطال، حنا كنا كجمعيات المجتمع المدني درنا واحد الاجتماع حول هذا الموضوع، من ضمنه النقطه ديال الولاده، بان كل شيء عارف بان سيدي عثمان راه الولاده ديالو لا اله الا الله. اذا ملي اخبار السلطات، مخبار المدير، مخبار الساكنه، مخبار اي وحده بغات تولد كتوجد معها واحد 1000 درهم في جيبها، كتقول لها ودي واش بامكانك، كتقول ما بامكانيش ولكن ضروري. هادو واش بصح كيجيو يقولوا لكم الامهات مقبلات على الولاده؟ نعم. هادو شهادات. نعم. اه ولكن كيخرج 1000 درهم كتفاهم معاها. 1000 درهم طبيب كيخرج كيقول لها 1000 درهم، راه شحال ما يدو يجيبوا فيها، طلبوا لها التحاليل دارتهم ليها، في الاخر قال لها 1000 درهم، الدريه باقي اصلا وقال لها محل عليها الوقت ديال الولاده وولد صاحب 1000 درهم، يعني بحال الجزار، بحال الجزاره. الدريه ولدوها باقا صغيره عندها 19 عام، حشومه حشومه. واش هذا السميطر ديال المخزن؟ بغينا نعرفوا واش ديال المخزن ولا كلنا ديال حنا. حنا كما درنا حنا كمجتمع مدني درنا التفات لهذا الموضوع. خمس ايام خاصك تشدوها، خمس ايام السميطر ديال المخزن اللي كنعرف انا، خمس ايام خاصك تشدوها. خمس ايام شدوها، ثلاث ايام صيفطوها. لان كما شتي راه اللافته راه هي مكتوبه عمليه قيصريه بالمجان. ولاده فابور. اذا ولاده فابور. مجان 1000 درهم اللي خداو. واي واحد خدا رشوه الاتصال بالرقم الاخضر اللي هو 08 دبل 0. هنا كنشوفوا حتى الاشخاص حتى هما هما. واخا اتصلت. لا واش عمرك اتصلتي؟ شحال من مرة اتصلنا؟ شحال من مرة؟ لا واش عمرك اتصلتي بهذاك الرقم الاخضر؟ الاخوات. اتصلوا بي على حوايج اخرين والو. لا لا الرقم الاخضر ديال الرشوه. شوفي ما كايناش المرأة اللي باغا تتصل بالرقم الاخضر. باغي تدخل مسكينة تولد. باغا تدخل تولد، كتقول لها ودي واش انت بامكانك انك تعطيها. فهميني نقول لك، راه ما عمر شي واحد ما اتصل بذاك الرقم. انا نقول لك لان علاش كتقول لك اودي انا الا ما عطيتش راه غادي نصدق توقع لي شي حاجه في عمليه ديال انا المرأة كتجي مطرطقه على السقيه ولا كتجي شي. انا باغا غنتفك، انا نعطي اللي بغيت نعطيه، انا غنبغى نتفك. كتقول لها وديها خليك احنا. وفعلا راه حالات ذاك العام، واحد الحاله توفات، تيلا توفى خطا. ملي قلنا قال لك السيد انا لله وانا اليه راجعون. اذا السيد صافي، وحال امره لله سبحانه وتعالى. عطينا واجم لا يحقصي. آه يا خي يا خي. آه رقصي قلت لك أكمل يا خي سلمى. يا سلمى. آه سلمى عشان انسى ونجرب كورونا ما يدهنا وين ماما
المستجابه، باب ديال المستجابه قايد الولاده، الله يحفظك.